السلام خوتي اخواتاتين، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما عودناكم فيديو جديد واخبار جديده. كما عرفتوا اليوم كانت واحد المأساة ديال الموت ديال ايمان تسونامي اللي كل شيء صراحه تاثر بها، وخاصه كان الموت ديالها اللي هو الصراحه بسبب ناس اللي هما بلا ضمير، ناس اللي هما قباح بزاف، لا في عقلهم ولا في قلبهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم أخوتي، كما كتعرفوا أن كل شيء ضامن مع إيمان تسونامي وعزة الأهل ديالها وكل الفنانين أنهم قات فيهم إيمان تسونامي. المهم كما كتعرفوا منهم الفنانة دنيا بطمة اللي كذلك بقات فيها إيمان تسونامي، واللي حطات واحد ستوري اللي غتسمعوه معنا، اللي كتهضر وكتعبر به على هذاك الشيء اللي داروا الإيمان تسونامي، لا حول ولا قوه الا بالله، الله ياخذ فيهم الحق وصافي. نخليكم مع ستوري وتسمعوا شنو قالت دنيا بطمه. قالت حسبي الله ونعم الوكيل، في كل واحد ما كيرحمش خوه المسلم في الارض، في كل واحد كيحفر الخوه المسلم، في كل واحد كيبيع اللي وراه واللي قدامه غير باش يأدي وحده اخر. الناس ولات قاطعه يدها من رحمه الله، ما بقاوش يخافوا الله، ما بقاش بنادم كيدير الله بين عينيه، طغيتوا في الارض ونسيتوا ان عند الله تتلقى الخصوم. الله يرحمك اختي ايمان تسونامي، بلاستك في الجنه. هذا هو السطور اللي عبرت به على المعاناه ديالها وعلى الماساه ديالها وعلى الحزن ديالها وعلى التضامن مع عائله ايمان تسونامي، واللي كذلك اننا فنانين بزاف اللي حطوا كذلك ستوريات اللي عبروا فيه على الحزن ديالهم على هذه السيده هذه اللي هي ايمان تسونامي رحمها الله، اللي ماتت بسبب ناس بدون ضمير، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم اخوتي، كنتمنى الرحمه والمغفره من عند الله لاي واحد، وكنتمنى فسيح الجنه الإيمان تسونامي والجميع المسلمين بإذن الله. مهم خوتي، إلى ملتقى آخر وأخبار أخرى بإذن الله. ما تنسوش تابوناو باش يوصلكم كل جديد، وتفعلوا جرجرة هكذا باش يوصلكم كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم إلى ملتقى آخر.